طب رايحين السخنه. نعم. عندنا تحالف عالمي معلش ده بس مش هنقوله النهارده لان ما نمضي عليه معاه الاسبوع اللي جاي. سفاجه تحالف عالمي. هم كل الناس دي جت ليها يا استاذ احمد. نعم. مصر دلوقتي. ما المواني المصريه كانت قدامهم بقالها 100 سنه. ما جوش ليه الا دلوقتي. لما لقوا بلد دوله قويه فيها استثمارات امنه على استثمارات الناس دي. دوله بتجري، دوله بتنهض، دوله فاتحه بيوت ناسها، عايزه تتطور في كل الاتجاهات، مصر تبقى مركز التجاره العالميه واللوجستيات. ايوه. يعني الناس دول جايين ثقه في مصر والشعب المصري والرئيس المصري. ايوه. طيب معلش يا حضرتك انا عايز جمله دمج اكبر سبع مواني. ايه هم السبع مواني؟ يبقى اول حاجه اللي هتبقى تحت مظلتها السبع مواني دول. اول حاجه في المحور كان المحطات اللي بنبنيها ونشغلها بالتعاقد مع مشغلين عالميين. تاني محور هو طرح الشركات التداول الحاويات اللي موجوده دلوقتي. كان عندنا اسكندريه تداول الحاويات، دمياط تداول الحاويات، بورسعيد تداول الحاويات. لازم الشركات دي تروح البورصه. ليه تروح البورصه؟ عشان هي قيمتها الماديه بتزيد، اعرف قيمه السهم بتاعها. يبدا فيها اقبال على الاستثمار في العالم. لما اجي النهارده اطرحها على مستثمرين زي دول يبقى لها قيمه وتبقى معروف ثمنها ويبقى في اقبال عليها. يقوم يجي لي مستثمرين ليها. يبقى الاستثمار زاد. دي تاني حاجه. تالت حاجه. اطرح الشركات اللي موجوده فعلا. عندنا شركات ورش السكك الحديديه. أيوة. شركات تابعه لشركه الشركه القابضه للنقل البري والبحري. الطرق والكباري. نعم. كل دي في المرحله اللاحقه ان شاء الله. هتطرح في أو جزء من اسهم بتاعتها في البورصه. ايوه. طب الاصول بقى المملوكه للدوله نفسها. المحور الرابع. نعم. زي القطر الخفيف وزي المونوريل وزي القطر السريع. نعم. وزي عربيات النوم وعربيات نقل البضائع والنقل المتميز. كل الكلام ده هنحوله لشركه بدل ما يبقى قطاع وموظفين حكومه وموازنه الدوله وموظف. لا، احنا هنخليها شركه تدار باسلوب الشركه. اللي يشتغل ياخد، ما يشتغلش ما يقعدش عندنا. اللي ينتج ياخد. نحافظ على الاصل بتاعنا. نقدم خدمه متميزه لجمهورنا. الشركات بتعمل كده. نعم. طب المحور الخامس والاهم اللي حضرتك بتتكلم عليه. ايوه. احنا عندنا في كل دول العالم على فكره ما فيش حاجه اسمها هيئه المينا. اسمها شركه المينا. طب انا عندي هيئه مينا اسكندريه وهيئه مينا دمياط وهيئه مينا شرق بورسعيد وهيئه مينا السخنه وهيئه مينا سفاجه. طب هو في مانع ان تبقى السبع مواني الرئيسيه دول ايوه المؤهلين ان هم يبقوا شركات بكره؟ يبقوا شركه. يبقى كل واحده فيهم شركه دمياط، شركه ميناء دمياط، شركه موانئ اسكندريه، شركه موانئ السخنه، شركه. هتفرق ايه؟ هيفرق ايه من هيئه لشركه؟ كتير جدا. هيئه يعني هيئه حكوميه يعني مرتبات حكوميه يعني موظفين حكومه. يعني نظام حكومي يعني 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 حاجات كتير. عايزين هو مش وحش. ولكن عايزين نتخلص منه عشان يعني هنلغي مسمى الهيئه وهتبقى شركه. هتبقى شركه وبالتالي لها اداره ولها تصنيف ولها تشغيل مختلف عن الهيئه وقانون مختلف عن الهيئه وكل حاجه. واقبال عليها بقى من المستثمرين. النهارده باجي اجيب مستثمر اقول له شاركني على الهيئه الفلانيه. يقول لي لا. انا شاركك على شركه. هو برضه ليه؟ هو شايف ان الشركه عندها حريه شويه. شايف ان هو لو دخل في نزاع مع شركه مش هيخش في نزاع مع دولة. هيخش مع شركة. مع شركة. عندها زي ما قلت لحضرتك استثمارات. عندها ناس بتختار ناسها على الفرازة. الكويس بيستمر، مش كويس بتدربها وتأهله، بعد كده مش عايز يشتغل بيمشي. نظام حر. طب بقى عندي سبع شركات. هو في مانع زي ما يبقى عندي الشركة القابضة للنقل البري والبحري اللي فيها 17 شركة. 17 شركة. ودي شركة قابضة ليهم. او شركات النقل او شركات انشاء الطرق والكباري. نعم. اللي فيها اربع شركات. ولهم شركه قابضه. نعم. الشركه القابضه للتشغيل والتعمير. اللي فيها خمس شركات. هو في مانع ان السبع شركات المواني دول يبقى لهم شركه اسمها الشركه القابضه للمواني؟ قولا واحد انا بقول لحضرتك اهو، الشركه القابضه لمواني مصر. تحتها سبع شركات. شركه دمياط، شركه اسكندريه، شركه السخنه، شركه السفاجه. هيبقى العنوان الشركه القابضه لمواني مصر. الشركه القابضه للمواني.